اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. انا مبسوط جدا، مبسوط عشان احنا غلطنا منذ قليل في التقرير الاخباري مع خبر حطينا خريطه لحدود مصر مع السودان. الخريطه دي كان فيها خطا، مش عايز اقول لكم، يعني مكالمات تليفونيه، رسائل من مشاهدين اعزاء يقولوا لي انتوا غلطتوا، انتوا شلتوا حلايب وشلاتين، الخريطه دي مش هي الخريطه المعتمده. فانا اسف جدا، انا بعتذر عن نفسي وعن زملائي، عندنا خطا، حلايب وشلاتين جزء من مصر، في خرائط كتير متسربه، الزملاء وهما بيشتغلوا غصب عنه بيدخل بيختار خريطه مش متخيل ان فيها هذا الفخ، لكن دي الخريطه الاساسيه اللي فيها حلايب وشلاتين. الاهم ان الناس مركزه، مفيش حاجه اسمها تقرير اخباري ولا حاجه وهتفوتوها علينا وتضحكوا علينا، ما تلعبوش في امن مصر، في حدود مصر. فانا بعتذر عن هذا الخطا غير المقصود. طيب خلوني اروح لخبر نشر على مواقع عديده بالامس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عن غلق دار ايتام السيده زينب، وكان في مجموعه من صور لاطفال تعرضوا لتعذيب. خط حمايه الطفل تقدم ببلاغ وقال ان في تعذيب وانتهاك لاطفال في هذه الدار. على الفور كان التحرك سريع جدا، وارد الخطا، وارد القلوب القاسية والقلوب الجافة والقلوب اللي ما بتفتكرش حب ولا رحمة، القلوب اللي بتبيع الإنسان بسهولة. الإنسانية دي حاجة غالية قوي، والطفولة أغلى وأغلى، فمن وكل على اليتيم علشان يحلم أن يكون مع سيدنا النبي في الجنة يقوم يعذب طفل زي ده. السيدة الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خدت قرار فوري بعد التأكد والتحقيق بسحب بإغلاق هذه الدار واتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الترخيص تمهيدا لغلقها، وهيتنقل أو اتنقل بالفعل جميع الأطفال إلى دار تابعة لجمعية الأرمان. نعرف تفاصيل ومعلومات أكثر معي السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. مساء الخير سيادة الوزيرة. مساء النور يا فندم. سيادة الوزيرة معايا؟ ايوه. طيب سياده الوزيره، مدى قدم لك على مكتبك الخاص بدار الايتام، بدار السيده زينب للايتام؟ انا ما حدش قدم لي حاجه، انا اللي جالي امبارح صباحا رساله على فيسبوك، رساله فيها الصور وفيها عنوان الدار وفيها استغاثه بعض الشباب حطها، وصديقه بعتتها وقالت لي تحققي من هذا الكلام، فطلبتها واخدت عنوان الدار وبعتنا لجنه فورا. واللجنه كان فيها الحقيقه من رئيسه الاداره المركزيه للرعايه الاجتماعيه، رئيسه الاسره والطفوله، وثلاثه اخصائيين اجتماعيين، وراحوا دار السلام وزاروا الجمعيه وشافوا الاولاد، ولما لقوا ان الاولاد فعلا في حاله مش كويسه، على هما ما كانش يعني ما فيش علامات تعذيب، لكن الاولاد كانوا مهملين وكان في احدهم او اكثر من واحد عندهم اصابات وما كانش واضح مصدر الاصابات دي ايه، فاحنا سحبنا الاولاد كلهم، هما سبع اولاد فعلا زي ما كان منشور، واودعناهم في دار ايتام اخرى، هي دار ايتام تابعه لجمعيه الارمان بالتنسيق معاهم، وايضا طبعا بلغنا بقى الشرطه وعملنا كل الاجراءات القانونيه عشان نتاكد انه اي المهملين اللي موجودين في هذه الدار سيتم محاسبتهم، يعني وهناخد بقى اجراءاتنا دلوقتي، خدنا فعلا اجراءات النهارده للمراجعه والتفتيش على الجمعيه اللي بتفتحها هذه الدار. سياده الوزيره، هذا تصرف محترم وتصرف لاحق، كيف نامن او نضمن ان يكون هناك متابعات سابقه للاطمئنان على هؤلاء الايتام في ايدي من يرعونهم في دور الايتام؟ اقول لحضرتك مهم جدا في كل دور الرعايه، سواء دار ايتام او دار مسنين او حضانات، ان يكون هناك معايير لما يجب ان تكون عليه هذه الدور. اول حاجه ان هذه الدور لازم تحط معايير للبنيه التحتيه، يبقى شكلها ازاي، معايير للتاهيل بتاع العاملين في هذه الدور، يبقوا مؤهلين ازاي، مش اي حد يصلح لرعايه الايتام ولا لرعايه الاطفال ولا لرعايه
فأن يكون هناك تأهيل وتدريب، ويكون هناك شهادات معتمدة للناس، أن يكون هناك رقابة دورية على هذه الأماكن، مهم جدا. لكن اللي هينزل يراقب ده لازم هو كمان يكون مدرب، عارف هو بينزل بيبص على إيه وبيدور على إيه. بس مهم جدا إن الواحد وإحنا بنشتغل نشتغل مع المجتمع المدني، نشتغل مع المجتمع، نشتغل مع المتطوعين. أنا بشكر الناس اللي لفتوا نظرنا لما يحدث في هذه الدار، بشكر الشباب اللي حطوا على فيسبوك، وبشكر الناس اللي بعتوا هذه المعلومات واللي استخدموا التواصل الاجتماعي كأداة فعلا للرقابة المجتمعية على خدمات محتاجة إن إحنا نحسنها ومحتاجة إن إحنا نراقبها. ما ينفعش الحكومة تشتغل لوحدها، وسائل الإعلام اللي أثارت هذا الموضوع، مواقع التواصل الاجتماعي، الجرائد اللي نشرت هذا الموضوع، التصرف اللي عملناه في نفس اليوم عرفنا الخبر، والتصرف هدف منه بالإضافة لعقاب المهمل وردع الآخرين، لكن تسير رسالة قوية أن الدولة موجودة هتدافع عن الأيتام وعن كل من يستحق الرعاية والدفاع عنه. لكن احنا ما ينفعش نشتغل لوحدنا. صحيح سيادة الوزيرة، ندرب الناس اللي بيشتغلوا عندنا أفضل، ولازم نحط معايير، لازم يبقى فيه تراخيص تجدد دورية. طيب ده كويس قوي. بشكر السيدة الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي استجابت عبر رسالة على فيسبوك مباشرة وأنقذت هؤلاء الأطفال. ده دور محترم للسوشيال ميديا ولأجهزة التواصل وللناشطين وللمجتمع المدني إن احنا نقول الحقوا واحنا بنكمل بعض. المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قال إن الحكومة حاطة قدام عينيها البعد الاجتماعي ثم الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم من انخفاض في أسعار السلع الغذائية وتطوير المجمعات الاستهلاكية دليل على نجاح المنظومة الحالية. النهاردة كمان خلال مؤتمر صحفي أشاد بتأمين رجال القوات المسلحة المجرى الملاحي لقناة السويس وقال أنا شفت عندها وحوش والجدع يقرب. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أمينة بأبنائها، وهناك خطة مشتركة بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين انتخابات الرئاسية، محدش يقدر يقرب لمصر. طول ما في شعب مصر متماسك وقوي محدش يقدر يقرب لها. امبارح كنت بكلم حضراتكم عن البيروقراطية اللي مسيطرة على أجهزة الدولة، والنهاردة في قصة جديدة للبيروقراطية. أتمنى أن سيد وزير الصحة يكون سامعني، وبرضو لا علاقة بالمهندس إبراهيم مهلب. كانت زميلتي العزيزة الأستاذة دينا عبد الرحمن أثارت قضية طفل عنده 5 سنين، محمد وائل عبد الحميد. محمد وائل كان بيعمل عملية لوز، عملية اللوز صعبة وسهلة، ممكن تبقى شيء بسيط وممكن تبقى شيء صعب. هذا الطفل كان في دخل مستشفى ديار بنجم المركزي في الشرقية في 31/12/2013 عشان يشيل الاستين. فجأة الأنبوبة الخاصة بجهاز الكي داخل الحنجرة ولعت فحرقت زور الطفل. طبعا ده عملت أزمة كبيرة جدا وعملت ضيق والتهابات في المريء لدرجة أنهم بقى يضطروا يعملوا قسطرة واصلة ويعملوا الأكل مطحون ويدخل عن طريق آخر علشان يعيش. لما الزميلة العزيزة دينا عبد الرحمن طرحت هذا الأمر استجاب المهندس إبراهيم محلب وأوصى بعلاجه في الخارج. هذا الطفل إذا ما تلحقش بمنتهى السرعة حياته في خطر، ممكن ما ننفعش نعمل عملية. خدوا قرار، وزير الصحة قرر صرف 12,000 يورو لعلاج هذا الطفل في الخارج. غلبان زي ما بنتكلم على أي حد، لازم نتكلم على الغلبة أكتر. كانت إيه النتيجة؟ حتى هذه اللحظة الورق بيلف على المدير والمدير العام ونائب المدير والبشكاتب والنادورجي واللي مالوش كيف والأب رايح جاي. ليه تعذبوا في خلق الله؟ هتطلعوا الفلوس؟ طلعوها وخلوا الطفل ده يرتاح، انتوا اللي حرقتوا له زوره. هذه مسؤوليه، اتوقع جزاء على الدكاتره اللي عملوا العمليه، بس يا فرحتي انا عايز ابني يبقى كويس، عايز ابني يعيش، عايز ابني يعرف ياكل. طول ما انا شايفه قدامي كده هفضل متعذب مش هرتاح. تعالوا نعرف ايه العطله منين، جايز نقدم معلومات لوزير الصحه يقوم يساعدنا. السيد وائل عبد الحميد والد محمد اللي عنده 5 سنين. مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا وسهلا يا فندم، ان شاء الله. اهلا بيك.
استاذ وائل احكي لي ايه اللي حصل مع محمد، ليه ما سافرش لغايه دلوقتي بعد قرار رئيس الوزراء؟ حضرتك والله يعني انا بستعجب على اللي بيحصل لينا في الزمن ده. يعني ابني من بقاله اجيب من شهر او شهر وشويه، والناس كلها مفكره ان ابني سافر، وما زال ابني لغايه دلوقتي في المستشفى، والاجراءات بتاعتنا المفروض تكون سريعه جدا يعني على حسب حاله الطفل. وبعدين ما زال لسه لغايه دلوقتي في المستشفى، ولسه ما سافرش، ولسه قدام مننا شويه كمان على ما يسافر. ليه يعني بيقولوا لك ايه السبب؟ يعني اليورو شح في السوق ولا ايه السبب يعني؟ لا حضرتك القصه مش في قصه فلوس، هو قصه فلوس دي اكيد هو بند هنتكلم فيه، بس بعد ما يعني ايه ما اوضح لحضرتك النقطه. هو حضرتك الاجراءات طبعا لما خلصوها بعتوا الورق للقنصليه الفرنسيه، فالقنصليه الفرنسيه لسه ما زالت ما ردتش علينا بالميعاد بتاع المستشفى. طبعا هو الموضوع ده بقى له النهارده يعتبر حوالي 13 يوم النهارده، لسه ما زالت القنصليه ما ردتش بميعاد المستشفى. طبعا لما يجي بقى خطوه المستشفى ديت بيجي بقى بميعاد، وبعد الميعاد ده بتحدد الحجز بقى بتاع التأشيرة، وبعد التأشيرة الحجز بتاع الطيران، يعني لسه تاني قدام مننا موال كمان. لما يقعد بقى ده كلياته ويبقى سيادة الوزير عنده علم بحالة محمد وهو اللي موصي. بس كده مش وزارة الصحة، ده كده وزارة الخارجية. ابراهيم محل عنده علم وهو اللي موصي، ونقعد الفترة ديت كلياتها ويبقى إجراء سريع. طب لما يبقى بطيء بقى يبقى فيه إيه؟ أنا مش فاهم والله. اتفضل يا فندم. طيب ألو؟ أنا فهمت كده يا أستاذ وائل، أنا فهمت فين الأزمة، أنا بشكرك جدا. يعني في واسطة أكتر من رئيس وزراء مصر؟ طب هو الواسطة يا جماعة بتاع هذا الطفل؟ أنتوا عارفين الأزمة فين؟ في وزارة الخارجية، في القنصلية المصرية، في مستشار الصحة هناك عشان يروح المستشفى، دي مسألة بتاخد لها، بيبعت يخاطب المستشفى. مصر بتتعامل مع مجموعة من المستشفيات فبيرد يقول له إحنا موافقين، يجي الجواب هنا يبتدي يعملوا إجراءات في السفارة الفرنسية في القاهرة، بتاخد لها كام يوم، عايزة واسطة تانية عشان تبقى بسرعة، وإلى يقعد له 10-12 يوم تانيين، وبعدين وزارة الصحة تفتح الاعتماد اللي هيروح، والقنصلية المصرية تتولى الأمر أو الشأن القنصلي في السفارة المصرية. إذن الأمر عند السيد نبيل فهمي وزير الخارجية. وعايز أقول لكم تبقى المشكلة معقدة، نتكلم في التلفزيون. لا السيد إبراهيم محلب هيرفع التليفون دلوقتي بطريقته ويقول لهم في وحوش ورجاله وحرام عليكم الواد، فتلاقي القنصليه خلاص المساله في يوم. هو لازم تليفون ولازم تلفزيون؟ يعني فكره الاحساس بالبني ادم لازم يبقى فيها واسطه. فكره الواسطه دي، فكره انك لازم تصرخ، لازم المسؤول يقلى لان رئيس الوزراء عارف انه ما عملش، فتقوم وزاره الصحه تخاطب الخارجيه، فالخارجيه الوزير بنفسه يتدخل. هو احنا فاضيين؟ ما كل موظف يخلص شغله وتنقذوا حياة بني آدم، ما تضيعوش حياة طفل على توقيع من سيادتك أو لأن سيادتك في فرنسا مش فارقة يعني. لكن لو ده إعلامي بقى وهيطلع ويقول لكم شكرا للخارجية المصرية، ولا مسؤول كبير هيقول أحسن ناس بتوع الخارجية، كنتوا فورا عملتوها أو قبلتوه في المطار. لكن مواطن زي ده واد صغير، ومنين؟ من ديار بنجم يا عم. حد حاسس؟ يا ريت تحسوا. مهندس إبراهيم محلب بيقول الشعب سيحتفل بإرادتي ولا أجازات يومي الانتخابات. مفيش أجازات، هننزل شغلنا وبعدين نروح نصوت. ومعلومات مجلس الوزراء أطلق موقع إلكتروني خاص بمرشحي أو بمرشحي الرئاسة، وعمل توازن شديد بين الاثنين. تعالوا نشوف المشير السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية قال إيه لوكالة أنباء رويترز. قال أتعهد بتغيير حقيقي خلال عامين، والجيش لا يدير أكثر من 2% من الاقتصاد. وهقولها لكم في نقاط. واحد، أهم 10 نقاط في حواره مع رويتر. أتعهد بتغيير حقيقي خلال عامين، وأكد لأوباما نحتاج دعم أمريكا لمكافحة الإرهاب، حرصنا على حقوق الإنسان وراء طول العمليات بسيناء، حرصنا على حقوق الإنسان وراء طول العمليات بسيناء، مواجهة الإخوان لن تنجح بالشق الأمني فقط ويجب تكاتف الجميع، محاولات اغتيالي لن تنتهي، وأحذر الغرب خريطة التطرف تنمو وستمسكم لا محالة، لا بديل عن الحل السياسي في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها، وإلا هنشوف أفغانستان جديدة. قلت لأشتون أنتم بتدفعوا ملايين قليلة وتغسلوا أيديكم من موضوع الديمقراطية، لازم تساعدونا بتوفير مناخ تنمو فيه
الديمقراطية. أقول للغرب لازم تبقوا مهتمين بعدد الضحايا في الجانب الآخر، ما تبصوش بعين واحدة يعني، دي من عندي. إحنا في وضع مؤلم مع ظروف هذا الدعم وتوزيعه على كل حال، لكن إحنا مش هنقدر نضغط على الفقراء أكتر من كده. إحنا عندنا مشكلة في الدعم، لكن مش هنقدر نيجي على الفقراء. إحنا ممكن يتم استخدام وتوزيع وترشيد الدعم أكتر علشان يروح للفقراء ولا يذهب للأغنياء. أما السيد حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية فقد أجرى حوارا مع شبكة سكاي نيوز العربية اللي التقت به الإعلامية فضيلة سويسي. النهاردة اتذاع الجزء الأول، بكرة هيتذاع الجزء الثاني. تعالوا أقول لكم أهم خمس نقاط أسمنهم، وبكرة أقول لكم الخمسة التانيين. واحد، ترشحي ليس مضيعة للوقت، فمضيعة الوقت إن ما ترشحش وأخوض هذه الانتخابات لأمكن الثورة من أن تبني دولة بحجم طموحات الشعب المصري. وفي اعتقادي إن ما عندناش رفاهية بعد ثورتين إننا نتنازل عن أهداف الثورة، ومضيعة الوقت إننا نقعد في بيوتنا. هناك نوع من العقاب الجماعي تمارسه الدولة بحق الطلاب، موضحا أن الطلبة الذين يحرقون الجامعات لابد أن يعاقبوا، بينما هناك أشخاص يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية ليس من حق الدولة أن تلقي القبض عليهم لأنهم أصحاب رأي. أنا قلت سأعدل قانون التظاهر وليس سألغيه، لن ألغيه، ولازم يكون في قانون، والقانون لازم يكون دستوري ويحترم الحريات، وده قانون يمنع ولا ينظم، وسأعفو عن كل صاحب رأي تم إيداعه السجن بموجب هذا القانون، والخطأ ليس خطأ القضاء المصري لأنه يحكم بموجب القانون. تحالف الشرعية قال إن صباحي أخطر من السيسي لأنني سأواجههم ببندقية وبتنكرهم لمطالب الفقراء، لأن ما عندهمش نظام ديمقراطي ولا سياسي، والمواجهة الحقيقية مع الإخوان بمشروع للمستقبل. لا أنا آسف، هو بيقول لأنني لن أواجههم ببندقية، مش هيقتلهم، هو هيواجههم بتنكرهم لمطالب الفقراء. سأستغني عن المعونة الاقتصادية لأنها تستخدم للتحكم في القرار المصري، وأريد مصر تعتمد على ذاتها وأخواتها من الدول العربية، مش بتعتمد على هبات تأتي من أحد يستعلي علينا، ومحتاجين صفحة جديدة من العلاقات مع أمريكا. صورة اليوم، صورة اليوم هي المستشار أردوغان رئيس الوزراء التركي. هذه الصورة أثارت موجة كبيرة من الغضب في تركيا وفي العالم. مستشار يوسف يركل، واسمه غريب شبيه باللي عمله، في صورة ليه وهو بيركل برجله متظاهر في مدينة سوما امبارح في أعقاب كارثة انفجار منجم سوما. يقال أن هذا الشخص الذي يركله أحد الضحايا الذين ماتوا، تقريبا 273 ضحية ماتوا في منجم سوما، واحد من أهالي الضحايا موجود بيتظاهروا غضبانين من طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة. تصريحات أردوغان اللي اتكلمت عن ان ده عادي، ده كوارث طبيعية، خلت الناس تخرج في مظاهرات عارمة. كان هذا المشهد المسيء لهذا الرجل المستشار الأردوغاني وهو يركل مواطن لأنه بيعترض، شيء غريب جدا. ديمقراطية دي حقوق الإنسان فعلا. المناجم في تركيا لها حكايات مميتة عديدة، يعني 1308 حوادث مميتة من سنة 2000، ومن سنة 2000 263 ماتوا في كارثة سنة 92، 13,000 من عمال المناجم أصيبوا في حوادث سنة 2013، 10.4% من إجمالي الحوادث المتعلقة بالعمل كانت في السنة الماضية. وهذه المصادر المعلومات من معهد الإحصاء التركي ومنظمة العمل الدولية، فيما تصرف بشكل يليق بمصر. نعى الرئيس المصري السيد المستشار عدلي منصور ضحايا حادث انفجار منجم منطقة سومة بمحافظة مانيسا بتركيا، تقدم بخالص تعازيه ومواساته الرئيس التركي عبدالله جول وللشعب التركي الصديق وأسر الضحايا، داعيا أن يتغمدهم الله برحمته. هكذا هي السياسة، لا توجد خصومة بيننا وبين الشعب التركي الشقيق ولا مع الرئيس التركي، لكن لدينا خصومة مع رئيس الوزراء التركي الذي يدس أنفه في الشأن المصري فيما هو غارق في قضايا فساد عديدة في تركيا. شخصية اليوم، شخصية اليوم سيدة مصرية عظيمة قهرت العجز وقررت
أن تذهب بجهاز تنفس وهي قاعدة على كرسي علشان تروح تدي صوتها في الانتخابات. هذه الصورة من جدة من المملكة العربية السعودية. طيب أنا الوقت كده بيجري جدا، عايز أقول لكم النهاردة ذكرى نكبة فلسطين والعرب قبل 66 عاما، تلك النكبة التي احتلت فيها إسرائيل معظم الأراضي الفلسطينية، هدمت الأرض وهتكت الأرض وقتلت الروح والنفس الروح والنفس، واقتلعت أشجار الزيتون من فلسطين الشقيقة. طيب خلوني أوريكم فيديو اليوم اللي اخترناه وليه معنى حلو قوي. كلب بيخطف طفل ممكن ياكله، تعالوا نشوفوا ازاي تم انقاذه. وادي الكلب في الوادي يعني. اهو بدأ. الله عليكي الله عليكي، شفتوا المشهد؟ هي دي جدعان. تاني اللقطة يا شباب، الوادي عيني اتفزع وبيجري يا حبيبي. ادي العجل وادي الكلب اللي شم ريحته وفرح له وراح له بمكر ودهاء، مش فاهم كان عايز العجلة ولا عايز ايه. زو راح داخل، تعلمت من مشايخي الا اسب الكلب بابن الكلب بالاحتقار، لسه مشايخنا كانوا بيقولوا امبارح. القطه الضعيفه اللي بتخاف من الكلب هي اللي انقذت الطفل. المعنى الصغير، اوعى تستقل بقوتك، انت ممكن تبقى قوي جدا لو اتزرع جواك الخوف عبر اجيال، لان قالوا لك انت ضعيف ما تصدقش، انت قوي اذا اردت ان تكون قوي، اذا كنت تدافع عن حق فانت قوي حتى لو كان اللي قدامك كلب وانت قطه، وده بيهوى وده بينونو، والكلب اقوى والكلب اكثر وحشيه، والقطه طول عمرها بتخاف من الكلب. القطه بتاعت الواد ده او متربيه معاه او عارفاه، شافت الكلب ما فكرتش اللحظة، مش زي الفتاوى إذا كانت حياتك في خطر فاخلع. لا ما تخلعش، تخلعش يا حبيبي، إذا كانت المسألة بعرض أو بنفس كده ما تخلعش، والكلب هيبقى جبان وهيجري لما يحس إنك صادق وقوي ومستعد تموت، عشان هو جبان، لما بيعمل حاجة غلط بيبقى جبان، وإنت صاحب حق. فالقطة بفطرتها التلقائية أبد إنها تنكسر وتشوف طفل بيتبهدل أو ممكن يتاكل، والكلب اللي هو معتقد أنه أقوى جبان جري فورا. المهم إن القوة تبقى جواك. بعد الفاصل هستقبل ضيوف الأعزاء، شباب زي الورد بيتكلم في الاقتصاد وراح حضر مؤتمر، المؤتمر ده كان عنده معونات ومنح تصل إلى 68 مليار دولار. إحنا اتعزمنا واعتذرنا، يا ريت كان في صابونه خدناها، حتى الصابونه ما خدناهاش. نلتقي بعد الفاصل. عبر الدجى رمحا من اللهب كمساحة الأنواء كم عصفت فيها خيول الهول والرعب فالأرض فيها وجه مذبحة
يدلوك لاقى الناصة الرتم صد الرياح السودا يحفظهم مع جرح ترابي وأنة العشور بعد الفاصل هنتكلم عن اللي حصل معانا في المنتدى الاقتصادي العالمي واللي كان محوره الاساسي عن افريقيا كان في ابوجا نيجيريا الاسبوع اللي فات وهنبدا نتكلم عن دورنا كشباب والمفروض دور الحكومه في منتدى كبير زي ده فاستنونا بعد الفاصل.